مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا سوغ جو راديو. نقدم نفسي معكم شفرة طيبة سبيسياليزي اون شوكولاتري ومدونة على الانستغرام اي انسيان كانديدات تاع ماستر شيف تاع لا سيزون 3. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي لو تشيز كيك. كما نعرفوا لو تشيز كيك، لكن انا عطيت له لمسة خاصة، درتو لكم في ديفيغي ودرتو كلاسي، يعني يمتكلكم دي كلاس مع هاد لا سيزون صيف سخانة. سي ان تري تري بون ديسير رافريشيسون. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الوصفة. وصفة بزاف لا ما تطلبش بزاف المكونات، يعني كما تقدروا ديروها في بيوتكم. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم ونولي لكم من بعد. Pour les ingrédients, عندي بسكويت مولو، عندي لا كريم فريش، فرماج كيري، سكر غلاس، بودر دو شانتي، لا فاني، عندي شوكولا، عندي كريم ليكيد، لا ديكوراسيون، عندي دي نوازيت اي لا فايدا. نبداو لا بريباراسيون. نعمرو لي فيغين تاعنا بلو بسكويت، نخلوهم دو كوتي ونوجدو لا كريم تشيز تاعنا. نبدا بلا كريم ليكيد، ندير لها سكر غلاس، ندير لها لا بودر دو شانتي ونطلعها مليح بالباتور. من بعد نزيدو لها فرماج كيري، لا فاني، نزيدو نخلطوها مليح، نديروها دون اون بوش هادو ونعمرو لي فيغين تاعنا. نخلوهم يبردو في الكونجيلاتور بوندون اون اور. نوجدو لا غاناش، نديرو هنايا لا كريم فريش تكون سخونه، نديروها على شوكولا ونحركهم مليح حتى يذوب كامل شوكولا. كي تولي ناتيات نجبدو لي فيغين تاعنا ونعمروهم بيان سور بلا غاناش تاع لو شوكولا. اي او فينال نديرو لا ديكوراسيون. انا يا درت لا فاي دور، درت دي نوازات، وانتوما تقدروا تبدلوا ديرو كيما حبيتوا. رانا لحقنا لافا تاع لا فيديو اي لا روسيت. نتمنى ان شاء الله تكون جاتكم سهله وخفيفه وظريفه، والمكونات راني بسطتهم قد ما قدرت. سورتو هاد لا روسيت بزاف غافيل، يعني ما طلبش وقت بزاف. نتمنى ان شاء الله تعاودوها في دياركم. انا لو ديزار تاعي راه واجد هاوليك الشكل النهائي تاعو كيما شفتو في لا فيديو. كيما قلت لكم لا ديكوراسيون تقدروا ما ديروش ميم ديكوراسيون، تخلوها هكذاك النوت اختارينا فيها والو صح كامل راهو فلوغو في لانتيغيو. دونك نتمنى ان شاء الله تعاودوا هاد لا فاز عندكم، اي نتلاقاو ان شاء الله المره الجايه. بوغ بابا قاعده خير.